يا مساء الفل عليكم مشاهدينا، واهلا بيكم في اولى حلقات برنامج جمالك مع سندس. جمالك مع سندس هنتكلم في كل حاجه عن جمالك. النهارده معانا الميك اب ارتست غاده زغلول. اهلا بيكي يا غاده. اهلا بيكي. قبل ما نبدا اي حاجه حابه اعرف انت بداتي من امتى؟ بصي، انا كان ليا حلقه على التلفزيون من وانا عندي 9 سنين. 9 سنين تقريبا بدات وانا صغيره، عشان خدت الموهبه من مامتي. هي برضو ميك اب ارتست وفاشن العيلة ديزاينر، كلها بقى. فالموهبه بادئه معايا من بدري، بس كشغل بدات متاخر شويه عشان كان السن. واخداها كشغل ولا موهبه؟ الاثنين، موهبه وشغل. الاثنين. طيب قبل اي حاجه انا عايزه اعرف منك، هو احنا بنجهز البشره وبنهيئ البشره قبل الميك اب، ممكن تشرحي لنا ده؟ قبل ما نحط الميك اب لازم نهيئ البشره. خطوات اساسيه، اول حاجه لازم نغسل وشنا بغسول، غسول او صابونه مناسبه لنوع البشره. اذا كانت بشرتي دهنيه فاستخدم غسول مناسب للبشره الدهنيه، كميه الزيوت فيه قليله. لو كانت بشرتي جافه بستخدم غسول مناسب للبشره الجافه، نسبه الزيوت فيه كويسه. وبعدين ببتدي اعمل سكراب لبشرتي مره واحده بس في الاسبوع. السكراب ده لكل انواع البشره؟ السكراب لكل انواع البشره مره واحده بس في الاسبوع. بعد كده بمسح وشي بتونر، بحط مرطب، بحط سان بلوك، بحط الميك اب. تمام. انت مش بس ميك اب ارتست، انت كمان سيربي، فعايزين نتكلم شويه عن الهالات السوداء. بصي، انا ميك اب ارتست وسكان كير ثيرابيست. هنتكلم عن الهالات السوداء، فاحنا لازم نعرف اسباب الهالات السوداء عشان نعرف نعالجها. السهر اكيد ده اكتر ده اساسي. السهر، بنقعد فترات طويله على الكمبيوتر من غير ما نوقف. ارهاق، الحاجات دي كلها ممكن يكون عامل برضو وراثي، وامراض معينه، نقص فيتامينز معين. عشان نعالجها يا اما بنستخدم ميه الورد، يا اما زيت لوز حلو مش زيت لوز مر. تمام. ويا ريت يكون نوع الزيت كويس جدا، ما نجيبوش ماتيريال قليله عشان يعمل نتيجه، عشان ما نجيبوش ونستخدمه ونرجع نقول هو ما بيعملش نتيجه. طيب. الميك اب بيبقى ليه اضرار كتير على البشره، ده بيبقى يعني ممكن براند ولا عادي؟ يعني لو براند ما بيبقاش فيه اضرار ولا بيبقى قليل عن العادي؟ الميك اب عموما ليه اضرار للبشره سواء براند او مش براند، بس لما بيكون براند الخطوره بتقل. وفي براندات طبيه، يعني بدل ما اجيب براند معين اجيب احسن الحاجات الطبيه، بتبقى ملهاش خطوره، نسبه بسيطه جدا. بنشوف بنات كتير بيحطوا ميك اب اوفر قوي في الجامعه وفي شغلهم، كلمينا شويه عن البنات دي. انا بحب كل واحده وطبيعتها، بالذات في الجامعه عشان بيبقى الصبح، فبيبقى الميك اب ناتشرال بيبقى احلى. كل ما احط الحاجه ناتشرال بتبقى احلى، يا دوب بس لا تحط ماسكارا، تحط بلاشر، روج خفيف، بس بلاش حاجات تقيله. طيب تمام. هنعرض الشغل بتاعك، الفيديو جاهز؟ ممكن بقى تشرحي لنا كل حاجه، يعني كل خطوه تشرحي لنا بتعملي ايه بالظبط؟ هذا فيديو عادي لسه ما فيهوش خطوات. ده كان ميك اب سواري. سواري وينفع خطوبه برضو. تمام. طيب ممكن تكلميني شويه عن اللوك ده؟ ده لوك سواري وينفع خطوبه زي ما قلتلك، هو لايق على بشرتها، سامبل شويه. الالوان فيه هاديه. يمشي سواري ويمشي خطوبه. بس طيب فيديو ممكن نطلع فاصل. هنطلع فاصل مشاهدينا ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني مع الميك اب ارتست غاده زغلول. غاده، عايزاكي تكلميني شويه عن اضرار الميك اب. لو انا نمت بالميك اب، يعني انا لو حاطه ميك اب ونمت بيه، اولا وانا جايه انام البشره بتبقى عايزه تاخد راحه، بتبقى البشره بترتاح من الاتربه اللي موجوده طول اليوم والميك اب بيبقى محطوط طول اليوم، فالبشره بتبقى عايزه ترتاح. تمام. فلو انا نمت بالميك اب مسام بشرتي مش هتتنفس، فبالتالي ده ضرر كبير جدا على البشره. طب وبيفضل ان انا اغسل بشرتي بغسول معين للبشره الدهنيه؟ زي ما انا قلت لك، غسول معين للبشره الدهنيه، غسول معين للبشره الجافه، او صابونه خاصه بالبشره. صابونه خاصه بالبشره يفضل. تمام.
تمام. كلمينا بقى على الالوان، يعني اللي عايزه تكلمينا شويه على الفاونديشن، يعني انا البشره الغامقه اللي يليق عليها، البشره الفاتحه اللي يليق عليها. كل بشره تختار لون الفاونديشن نفس درجه بشرتها بالظبط. ازاي؟ طب هي اصلا بتحط الفاونديشن عشان تداري مسميات، تداري حاجات، هالات سودا. طيب تمام، زي ما انت بتقولي. طيب معتذر، معانا اتصال، معانا نوره. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. معلش ممكن تعلي صوتك شويه؟ لو انا بروح كل يوم مثلا الشغل او محتاجه ان احط ميك اب كل يوم، ازاي اعتني ببشرتي بعدها عشان ما يحصلش لها تلف؟ ممكن؟ تمام. لو هي بتحط ميك اب كل يوم ازاي تقدر تعتني ببشرتها؟ زي ما انا قلت لك، اول حاجه في ستابس بعملها قبل ما احط الميك اب اللي هيغسل بشرتي بغسول، اعمل سكرابينج مره في الاسبوع، وبعمل تونر، واحط المرطب وسان بلوك، واحط الفاونديشن. ده قبل الميك اب. بعد الميك اب نفس الستبس. بس ده ما ينفعش كل يوم، هي بتقولك هي بتنزل كل يوم، فهي كده ما ينفعش ان هي تعمل كده. انا طبيعي ان انا كل يوم بغسل بشرتي مع كل بشره. لا انا بتكلم، هي بتتكلم ازاي تعتني ببشرتها، ان هو التاسيس اللي انت اتكلمتي عليه في الاول. هتعمل الخطوات دي بصرف النظر عن السكراب، هتعملها مره واحده بس في الاسبوع. مره واحده أوكي؟ في الاسبوع. بعد الميك اب بتبتدي تعمل برده نفس الخطوات دي، تستخدم كريم مرطب برده كويس جدا، ويا ريت الفاونديشن لو هي بتستخدمه كل يوم دايلي تستخدمه حاجه خفيفه لايت، ما تستخدمش فول كفر غير في المناسبات. الصور جاهزه معانا؟ هنعرض الصور. كلمينا بقى على الصور، يعني كلمينا واشرحي لنا انت ازاي بتعملي، بتبدأي بايه وبتحطي ايه. ده كان لوك سواري. ببتدي في ميك اب ارتست بيحب يبتدي برسمه العين الاول، وفي العكس بيبتدوا برسمه بالوش الاول. لو هنبتدي بالبشره طبعا بنحط البرايمر الاول. برايمر اللي هو مرطب. وبعدين بنبتدي نحط الفاونديشن، بعد كده نحط الكونتور، نحط البلاشر، الهايلايتر، نبتدي نرسم رسمه العين بتاعتنا والاي برو، ونبتدي نحط اللاشز ونحط الروج. تمام. ده كان لوك سواري. ده برضو لوك سواري. هو عموما اللوكس كلها بتبقى سواري. ده كان سامبل جدا بصرف النظر عن الروج، يعني هو اللوك كله، يعني ينفع ده جمع. طيب تمام. معانا تليفون استاذه هدى، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا فندم. ممكن اسال استاذه غاده لو الليشز ممكن لو انا بحطها مثلا كل يوم او يوم بعد يوم، هل هي تاذي العين او مثلا تحصل مشكله للرموش؟ تمام، هترد عليكي. شكرا لاتصالك. اللاشز طبعا ليها اضرار. الجلو بتاع اللاشز بيوقع الرموش وبيفضل ثابت في الرموش، يعني انا لو جيت حطيت لاشز وشلت الرموش الجلو بيبقى استال موجود في رموشي فبيوقعها. فطبعا غلط استخدام اللاشز يوميا، تستخدمها في المناسبات. تمام، افضل يعني. طبعا احنا لما بنيجي نحط ميك اب مش دايما بيثبت. ليه بقى مش دايما بيثبت؟ عشان احنا ما بنبقاش عاملين الستبس اللي هي قبل الميك اب. لازم اكون انا مجهزه بشرتي قبل الميك اب عشان بشرتي ما تبقاش مقشره شويه، فما اجي احط الفاونديشن تبقى بشرتي مجيره وهكذا. فلازم اعمل الستبس اللي هي قبل الميك اب، احط الميك اب، وبعدين في مثبت كويس، مش هينفع اقول طبعا الاسم، تستخدمي مثبت براند كويس، تستخدميه مع المرطب. البرايمر ده اساسي قبل الميك اب، ده برضو نوع من انواع التثبيت. تمام. معانا مداخل مع من هدير. ايوه ايوه اتفضلي. انا بس كنت عايزه اسال ايه الالوان البلاشر والشادو اللي تليق على البشره الخمريه؟ تمام، شكرا لاتصالك. الوان البلاشر اللي بيبقى اللي هو البيتشي اللي هو الخوخي للبشره الخمريه بيبقى حلو جدا، بيبقى ناتشرال. الشادو برضو نفس الكلام، الالوانات اللي هي النودز كلها بتبقى حلوه جدا على البشره الخمريه. تمام. احنا طبعا داخلين على سنه جديده، كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانتم طيبين مشاهدينا، وكل سنه بيبقى فيه ترند الوان جديده، فايه الالوان الجديده بتاعت 2021؟ 2021 الترندي كولرز اللي طالعه السنه دي والسنه اللي فاتت 2019 و2020 كان الالوان في الروج كان المات كان طالع ترندي. 2021 ان الروج يبقى جلوسي كده شويه بيلمع. نختم بقى معانا مداخله من مدام ريهام، اهلا بيكي. هاي فندم، اهلا بيكي، اتفضلي. اي بصي، انا بقول لك لما بحط الكريم الاساسي يا فندم بيعمل قشره،
تمام، شكرا لاتصالك. ده اخر سؤال. كريم الاساس بيعمل قشرة، قصدها ان بشرتها بتقشر. او عشان انا لسه قايله دلوقتي ان لازم قبليها اجهز البشره، اعمل سكرابنج كويس للبشره عشان ما تعملش، عشان الفاونديشن ما يقشرش. انا بفضل الفاونديشن يبقى براند، فاونديشن بالذات يبقى براند. تستخدم فاونديشن حلو مناسب لنوع بشرتها، اذا كانت بشرتي دهنيه اجيب فاونديشن للبشره الدهنيه، بشرتي جافه اجيب فاونديشن للبشره الجافه. وابتدي احطه على بشرتي وانا عامله سكرابنج قبليها والحاجات، وابتدي احط المرطب والبرايمر. تمام، شكرا جدا ليكي، اتبسطنا جدا انت كنتي معانا. وبكده انتهت حلقتنا مشاهدينا، ونشوفكم في حلقه جديده ببرنامج جمالك مع سندس.